في ممكن مع خيري رمضان. في أول حوار له منذ ثورة 30 يونيو، البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ما الذي دار في لقاءاته مع أعضاء الكونغرس والوفود الأجنبية؟ هل انتهت أزمة أقباط دلقة؟ ما مخاوف الكنيسة من الدستور الجديد؟ البابا توادروس مع خيري رمضان في ممكن فقط على سي بي سي. الخميس الساعة 10 مساء على قناة سي بي سي.